السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. في الفيديو ده حبيت اشارككم في الزينة اللي انا عملتها في بيتي لديكور رمضان، فتابعي معي. اول حاجة قلت ابدأ بالكورنر اللي انا بصور عنده. حطيت اول حاجة الهدايا اللي انا اخدتها من زبادي شوب السنة دي، البوكس بتاع العيد. بعد كده حطيت الفوانيس، الفوانيس دي كانت عندي من السنة اللي فاتت، وعلقت على الحيطة بيبي لايت انا كنت جايباه برضو السنة اللي فاتت من ايكيا. حبيت السنة دي ان انا اعمل ديكور خيامية بس على الازرق. طبعا هنا مفيش خيامية ازرق كتير، اكتر لون منتشر هو الاحمر، فحاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب حاجات لونها ازرق، تغيير عن السنة اللي فاتت، لان السنة اللي فاتت كنت عاملة لون بينك. وبكده اكون خلصت الجزء الخاص بالتصوير، وده كانت اول حاجة عملتها. هاجي بعد كده عند اهم حاجة بالنسبة لي، هي السفرة. دايما بحب اركز ان زينة رمضان تكون عند السفرة اكتر. اول حاجة جبت مفرش، برضو حبيت ان يبقى فيه خيامية على ازرق، ده يمكن اكتر شكل مناسب جبته. جبت مترين، وبصراحة ما كنتش واخدة مقاس السفرة، ما كنتش عارفة بالظبط هيكفي ولا لا، والحمد لله كفى وبزيادة كمان. فقصيت الجزء الزيادة نفس بالظبط الشكل المقصوص منه الناحية التانية عشان ما يكونش فيه اختلاف. الحلو في المشمع ان هو بيتغسل بسرعة، وفي نفس الوقت لما بتقصيه بيتقصف بسهولة. وحطيت على الترابيزة الصينية دي وعليها فانوس ابيض برضو كان عندي من السنة اللي فاتت، وجبت مناديل على شكل خيامية وحطيتهم على السفرة. بعد كده هبتدي احط زينة اللي موجودة على الحيطة. جبت زينة دي تعتبر وزنها خفيف، عشان كده عجبتني اكتر حاجة، متقعش بسهولة يعني، فهتتلزق برضو لان هي قماش. برضو جبتها فيها نسبة الازرق عالية، كنت ناوية اوصل الاحمر اللي فيها، بس بعد كده بصراحة حبيت اللون الاحمر اللي فيها، وهي زينة قماش خفيف فكانت سهلة بالنسبة لي ان انا اعلقها. علقت اول جنب، وبعد كده علقت الجنب التاني، وبرضو حطيت معاها اضاءة بيبي لايت. وبكده اكون خلصت الجزء التاني من الديكور اللي هو الخاص بترابيزة السفرة. حاجة عند الترابيزة بتاعت الليفينج روم، يعني كان حظي حلو ان بقية المفرش كفة للترابيزة دي، فحطيته عليها وجاي مقاسها بالظبط، وحطيت عليها الفانوس لايق جدا على المفرش، وكان عندي شمعتين لونهم احمر قلت اغلفهم بمنديل الخيامية علشان ينور لما الشمعة تنور. غلفت الشمعتين بالمنديل وكان سهل قوي ان انا اغلفهم بيه. ولزقتهم وده كان الشكل النهائي. وبكده هكون عملت زينة رمضان في البيت السنة دي. عجبني برضو الشكل النهائي، احلى من اللي توقعته. وده شكل السفرة. وده الجنب الاولاني. برضو جيت عند ترابيزة التلفزيون، حطيت شمع وجبت فانوس احمر وعلقت ورا التلفزيون زينة. ودي الترابيزة الصغيرة اللي عند الكنب، وشمع منور او زي ما قلت لكم، والمناديل باينة منورة وشكلها جميل. وبكده اكون وريتكم زينة رمضان اللي انا عملتها في البيت السنة دي. ان شاء الله كل سنة نكون مع بعض، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعود عليكم بالخير والسعادة. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني قريب، ومع السلامة.